مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الكشري وإن شاء الله بتنال إعجابكم. بدنا نعملها مع بعض بطنجرة واحدة. بتمنى قد ما فيني أقدم لكم إياها على الطريقة المزبوطة وتنجح معكم، ورح أحط لكم كل المقادير بالتفصيل. يلي بحب يتعلمها يقدر يعملها بسهولة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي منحط زيت نباتي. حطيت حوالي 5 معالق طعام زيت نباتي. عنا بصل قشرتن وقطعتن بهيدا الشكل، بدي أقليهن بالمقلاي بالطنجرة. بحط فوق البصل رشة ملح صغيرة. بس قليت البصل وصار بهيدا الشكل، هلأ بحطهم بالصحن. بنفس الطنجرة هي زيتها بحط كوب عدس. كوب العدس نقعته قبل ب3 ساعات، بدي سلقهم حوالي 7 دقايق. بسلقهم بالمي اللي نقعتها فيهم. بغطي الطنجرة. عم بعملكم طريقة مضمونة ليستوي العدس بالكشري منيح. بعد مرور 7 دقايق هلأ بدي احط العدس بالجاط. رح احطهم بالجاط اللي كانوا فيه. برجع بحط الطنجرة على الغاز وبحط زيت نباتي. بدي اقلي شعيرية. عنا نص كوب شعيرية. هيدا الكوب اللي استعملته للرز والعدس ولكل شيء وللمي. بقلي شعيرية ليصير لونها بني. في ناس بيعملوا الكشري بحط العدس، بقلوا شعيرية مع العدس وبحطوا كل شيء فوق بعض، بس انا سلقت شوي شيء بسيط العدس لتطلع عنا مستوية 100% كل المقادير اللي بقلب الكشري. عشان مرة جربتها حطيت الكل مع بعض، العدس بقي شوي ناي بيقرش عنا شوي، شي بسيط. من الأفضل نعمل هيدي الطريقة. مثل ما ملاحظين بعدنا عم نستعمل نفس الطنجرة. بعد ما قليت شعيرية وأخدت هيدا اللون البني الخفيف، هلأ بحط الرز وبقليهم مع بعض، بحركهم مع بعض. أكيد الرز نقعته وغسلته قبل ما استعمله. بعد ما قليتهم شي بسيط بحط فوقهم العدس. حطينا كوب مي. حطينا المعكروني كمان نفس الكوب عم بستعمل. خلطهم شوي. حطينا كوب ونص معكروني. برجع بحط مي. منحط كوبين ونص مي. حطينا كوبين ونص مي. نحط ملح. الملح على الذوق مثل ما بقلكن على طول. اوكي هلا بتركن يغلو. بس صار عنا مي خفيفة بهيدا الشكل، هلا بخفف الغاز على الاخير اخر درجة. كمان بغطي الطنجرة وبتركهم ليستوي عنا الرز والعدس منيح والمعكروني. بدنا نعمل مع بعض صوص الكشري. بحط زيت. حطينا حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي. عندي هون 10 حبات ثوم وبحط 5 منهم النص الكمية. منقليهم. بس قليتهم شي بسيط، هلأ بحط فوقهم ملعقة صغيرة كزبرة، ملعقة صغيرة كمون. عصير نص حامضة نص ليموني. عصير بندورة.
حطيت عصير بندورة كوب ونص. بنحط ملعتين طعام خل ابيض، ملعقة اثنين، ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة بابريكا، وكمان اذا حبيتوا بدكم الصوص يكون حار بتضيفوا نص ملعقة صغيرة فلفل حار. بنحط رشة ملح، بحط ملعقة صغيرة سكر. هلا بنتركهم يغلوا منيح مع بعض حوالي 3 دقايق. بس غلى عنا الخليط 3 دقايق، هلا بطفي الغاز. هيدا الصوص صار جاهز عنا. الدقة اللي بدنا نعملها اول شي بحط زيت، حطيت حوالي ملعقتين طعام زيت، بحط الثوم اللي بقي عنا، بقليهم شي بسيط. بس قليت التومات شي بسيط بهيدا الشكل. عنا هون علبة حمص، بحط المي للحمص مع التوم. ممكن اذا بدكم بتضيفوا مي طبيعي ما في اي مشكلة، بس هيدي افضل. بحط ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كزبرة، ملح، ملعقة صغيرة خل، عصير نص حامضة. بحركن شي بسيط. هلأ بتركن يغلو غلوة صغيرة. هولي بس غلو شي بسيط. هلأ بطفي الغاز. لعملت انا وياكم الصوص والدقة، كان عنا الكشري جاهز، استوى عنا الرز والعدس والمعكرونة وكل شي. شفتوا كيف طلعوا؟ مش معجنين ابدا، كل حبة بحبتها. شايفين كتير كتير طالعين روعة، ما في اي تعجين. بنحط الكشري بالصحن، بنحط بصل. هيدا البصل مش محروق، هو لونه هيك عشان لونه احمر. بعد ما حطينا الكشري هلا بحط على الوجه الصوص الاحمر، ويلي بحب بحط الدقة. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.